مساء الهنا ومساء السعاده على كل مشاهدين الصحه والجمال النهارده مساء الهنا ومساء السعاده على كل مشاهدين الصحه والجمال، يا رب يكونوا بصحه وبخير. النهارده ان شاء الله مع حضراتكم هنعمل اكل مصري زي ما اتفقنا او زي ما انتم حضراتكم بتطلب على طول. احنا بنعمل الاكلات بتاعتنا اكلات سهله وسريعه ولذيذه، ومعانا النهارده ضيفتنا ضيفه ام بلال شيفه ست بيت مصر ست ب 100 راجل ما شاء الله عليها، اكلاتها والنفس بتاعها في الاكلات المصريه ممتازه جدا، بتعمل اوردرات وبتعمل وجبات سريعه وجاهزه، هنتعرف عليها طبعا مع حضراتكم. اكلتكم اكله بسيطه وبرنامجنا برنامج بسيط، بنعمل تكاليف وحاجات على قد ما بنخلي السفره بتاعتنا كتيره، لكن تكلفتنا على قد جبنا وعلى قد مزاجنا بيبقى 100 100. النهارده مع حضراتكم ان شاء الله هنعمل مع ست ام بلال الشيفه بتاعتنا، هنعمل باميه وهنعمل الملوخيه وهنعمل محشي كرنب. هي اللي اختارت الاكلات المصريه زي ما اتفقنا، اي طلبات او اي حاجات بتطلبوها بنعملها لكم على طول. مرحب بيكي شيفة ام بلال. مرحب بيكي شيف، والله نورت البرنامج كله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يعز حضرتك والله، ومنور شاشه الصحه والجمال. الله يكرم اصلك، الله يكرمك. اول ما هنبدا ان شاء الله باذن الله ست الكل هنبدا نعمل طاجن الباميه بامر الله. يلا نتوكل على الله. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طاجن الباميه معانا بس عايزه البصل بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. معانا حوالي 2 عدد بصل. من البصل هننعمهم. هنعمل طاجن لحمه، طاجن باميه باللحمه معلش طاجن باميه باللحمه، لحمه ضاني ماشي او لحمه صغيره ماشي او لحمه من الموزه والريش على حسب ما تحبوا، لكن هي باللحمه الضاني بيبقى طعمها لذيذ حاجه ثانيه. طبعا طعمها بيبقى جميل. اكيد طبعا طبعا. انت في الطواجن والحاجات ديت استاذه ومدرسه، ربنا يخليك. احنا عايزين النهارده نكتسب خبرات من ستات البيوت. الله يكرمك يا رب. وده طبعا شرف لينا ان انت شرفتينا في البرنامج بتاعنا. والله انت شوف ماجد، انا حاجه تسلمي لي، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يعز حضرتك. طيب السمن معزه، معلقه من فضلك. معلقه من السمن اتفضل يا فندم. اتفضل. شكرا. هنحط معلقه من السمن ومعلقه من الزيت. تمام. معلقه من السمن وشويه من الزيت اهو. حطيت. تمام. تمام. وهننزل بالبصل. اتفضلي ست الكل. اشكرك. هننزل بالبصله بتاعتنا، هنعملها بطريقه حلوه، حاجه ما تلهلفش القلب، وفي نفس التوقيت بتكون حاجه بيبقى طعمها لذيذ وجميله. بعد كده هننزل نحمر يا ست كل الباميه بتاعتنا بامر الله تعالى. اه ان شاء الله الباميه. شكرا. الباميه بتاعتنا طبعا اليومين دول ما فيش باميه، بيبقى باميه مجمده او مثلجه، مجمدينها او مخزنينها في البيت ان شاء الله، بقى لها طريقه ثانيه في التخزين والحاجات الجميله بتاعتها باذن الله. ومعانا حوالي عدد 6 كوبايات من عصير الطماطم. اشرحي بقى معانا يا ام ست الكل. ايوه نشوح كده الباميه بامر الله. هنشوح الباميه، بنشوح الباميه عشان نكسر الشوكه بتاعتها والماده اللزجه بتاعتها، على اساس ان احنا ناكلها في نفس التوقيت. الناس الاكيله فعلا بتاعت لطواجن الباميه لازم يخلوها لتاني يوم، لكن احنا النهارده في اول يوم هناكلها على طول في نفس الوقت. تسلم ايدك يا شيف والله. وحته بقى من الضاني. يا سلام. كملي الشرح اتفضلي. شغل جميل جدا. تسلم. تسلم. بعد ما تشوح البصله اتفضلي كملي بقى شرح معاكي. بس كده ان شاء الله هتحطي لي دي هنا كده ممكن ولا عينين عينين. تسلم عينك. هنقطع مكعبات صغيره خالص. بس انا حاسه ان هي نظم شغاله هنا ولا ايه؟ شغاله. مش جاي نهزر هنا. لا ان شاء الله شغاله كل حاجه زي الفل. وهنعمل مع حضراتكم محشي الكرنب بكل تفاصيله، عشان الناس اللي هي العرايس الجديده. احنا طبعا ستات البيوت كل سنه وانتم طيبين، وكل ام وهي طيبه. عيد الام جاي وهو مش عيد واحد، ان شاء الله اعيادنا كتير لكل امهاتنا وكل حبايبنا. يا رب نشوفكم كلكم بالصحه والسعاده، ودايما نسمع عنكم سمع خير. ننزل بحته من الضاني. تمام الله يبارك لك. تسلم ايدك. تسلم يا شيخ. تسلم. نزلنا حته بسيطه حاجه صغيره على حسب ما تحبوها. ممكن تديها تدي طعم جميل جدا هنا. تدي طعم. اتفضل اشرح بقى لجمهورك وحبايبك. أيوة ربنا والناس اللي بيشاهدوك. يا رب ان شاء الله. احنا كده حطينا الماده الدهنيه بتاعتنا، وبعد كده حطينا البصله. تمام على نص كيلو. بنحط بصلتين صغيرين جدا كده. تمام وبنشوحهم لغايه بس شويه كده، وبعد كده هنحط اللحمه عليها ونشوحها ان شاء الله في قلب بعضها. بعد كده نحط الصلصه. تمام. وبعد كده بامر الله نحط الباميه وفي الطاجن وكل بقى. وناكل الف هنا وشفا للي ياكل. الف هنا وشفا. مش هنحط ملح ولا فلفل ولا حاجه. نحط كل حاجه. ربنا يبارك فيكي وربنا. ممكن بقى شويه ملح بس كده عشان البصل. وادي المقادير الباميه على الشاشه على طول قدام حضراتكم على طول. ده الملح؟ اه ملح.
طب يا شيف سيبني ساكت يا شيف. اتفضلي يا ست الكل. تسلم يا شيف. وادي مكعبات اللحمه معاك ايه؟ هرمشي منك. ممكن تنزليها للبصله. تمام شويه كده. البصله دوب تغير اللون بتاعها. تمام. وادي الباميه نكسر الشوكه بتاعتها في معلقه من الزبده حاجه بسيطه خالص نطلع طاجن حاجه 100% للناس الاكيله فعلا اللي عايزه تاكل اكل مصري اسواني سوهاجي من كل البلاد كل المحافظات واسيوطي واسيوطي برضو كل حاجه الف انا وشفا ليهم الله يخليك يا رب. ننزل بقى باللحمه ننزل دلوقتي كده شويه البصله بتاعتنا غيرت اللون احنا مش هنسبكها التسبيكه العاليه عشان ناخد الفايده بتاعتها الجامده. تمام يا شيف تمام ما شاء الله عليك. تسلم ايدك. انا هقعد اعلم فيك كتير كده يا شيف. تسلم ايدك يا الله. والله انت ربنا يعزك يا شيف والله ما شاء الله مشهوره ب انت ربنا بخفه الدم اهو بالنفس بتاع الجميل. الله يكرمك الله يكرمك. بس انا عايز اعرف بقى الناس اللي بتطلب مني الطلبات لو انا جالي ضيوف واتصلت بمبلال هتجهزي لي مثلا الطلب بعد قد ايه كده؟ يعني هو المفروض لو في عزومه كبيره تبقى قبلها بيومين مثلا كده. ماشي لكن انا عندي ضيوف مثلا كتير. تمام. وجالي الوقت وانا اتزنقت او ان انا جاي راجع من الشغل تعبان وعايز اتصل. مش هيبقى اقل مش اقل من ثلاث ساعات حتى يعني. ثلاث ساعات حلو ثلاث ساعات. المفروض حلو قوي يعني. خلاص يبقى بعد كده هنتصل بدري. طبعا بامر الله تعالى عشان ناخد اكل من ام بلال حاجه جميله. يا اما الضيف اللي يجي يجيب اكله معايا. هو صح كده يبقى الضيف يجيب اكل معايا يبقى كده احنا مش هنشتغل. لا ما هياخده من عندك برضه يا شيف ما تقلقش. حطينا اللحمه بتاعتها يا ست الكل هتغير اللون بتاعها بالظبط كده. وادي الباميه الجميله حلوه كده يا شيف بدات الريحه بتاعتك ما شاء الله تطلع حته جميله. فين الثوم يا شيف؟ الثوم حطينا ثلاث فصوص ثوم الله ينور عليكي. حطينا ثلاث فصوص ثوم مع صلصه الطماطم عصير الطماطم احسن وافيد ليكم بكتير. بنضربه في الخلاط عشان زي ما اتفقنا ان احنا عايزين نعمل طبق ما يكونش مسبك تسبيكه يلهلى بالقلب وفي نفس التوقيت ناخد الفايده بتاعته. احنا اصلا في التوقيت ده عايزين كل حاجه في اكلاتنا ناخد فايدتها نقوي جهاز المناعه للكبار والصغيرين وان شاء الله ما تخافوش من اي حاجه. ربنا يجيب العوائل سليمه الله ويبعد عننا وعنكم كل الامراض الله وربنا يحفظنا ويحفظكم. قلبنا البصله مع ام بلال. احنا هناخد ثلاث ساعات احنا توقيتنا هنا قال اه لا ما هو كده خلاص بس. طب ايه يعني شويه اديني بس اديني كده واحط عليها الصلصه. تمام نشرح بقى الورق العنب ورق الكرنب. تمام يلا هبقى معاك اهو بتاعتنا. طب تمام يلا ساعدك. اتفضلي ربنا ابدا بقى اشرح للرز. هنخش بقى على الكرنب على طول الصنف اللي بعديه. هو انا على طريقتي انا بجيب البصل طبعا. هو كرومبي بيحب البصل اكيد يعني بيحب البصل والزيت طبعا اكيد. تمام فبقلب البصله كده طبعا في الزيت. تمام. وبعد كده بحط الصلصه. تمام بتاعتي تتسبك شويه حلوين. والخضره طبعا الخضره لازم الخضره ممتاز. حاجه ممتازه حاجه كده حلوه كده. خضره بقدونس وشبت طبعا شبت وبقدونس وكزبره طبعا طبعا. تمام تمام. وشويه نعناع طبعا وكمون والملح بتاعها وبس وحلو قوي. وبعدين لازم شويه مع اي صلصه طماطم لازم نص معلقه سكر. ممتاز ممتاز ده تمام عشان بيعادل الحموضه بتاعه الصلصه. ممتاز بيعادل الحموضه بيخلي الخضار عند الناس بيخلي الحاجه كمان للناس الموظفين كمان يسهل معاهم. لا ده بياخد وقت اقوى اكتر بيخلي الخضار بتاعي ما يغيرش الطعم بتاعه. تمام. ولا يغير ريحته. تمام. نص معلقه سكر مش سكر كتير عشان برضه يكون في قدام الجمهور لان في ناس بتكب سكر بالجمال. لا ما انا بقول نص معلقه صغيره نص معلقه عشان ام بلال هي المسؤوله عن السكر. تمام الله ينور. يبقى كده احنا عملناها من اول وجديد. نبدا في المحشي بننزل بواحد عدد من البصله مع معلقه زيت ومعلقه سمن تاخد حاجه بسيطه اللون بتاعه يعمل وبنبدا نسبك الصلصه بتاعتنا بالطماطم. بعد ما بتتسبك بننزل الرز ونقلب الرز كميه مثلا كل كوبايتين من الصلصه بتاخد كوبايه من الرز معايا. وبنزل بالرز بتاعي اسيبه حوالي دقيقتين او ثلاث دقايق يكون مقطع الخضره الشبت والبقدونس والكزبره. بعد كده حطينا الصلصه. بعد كده حطينا الشبت والبقدونس والكزبره والنعناع الاخضر. تمام تسلم ايدك. حطينا تسلم الصلصه. تسلم يا شيخ والله ربنا يعز حضرتك. هو طبعا عشان وقت البرنامج فاحنا البصله تغير اللون. بعد كده بننزل اللحمه تغير اللون بتاعها تغير اللون لكن ونبدا لو نحط... هنستنى شويه اكيد يعني. تسلم تسلم. تمام تمام تسلم تسلم. تمام ساعدك بقى في المحشي بتاعك. نكمل بقى المحشي بتاعنا. سلق الكرنب. اشرح سلق الكرنب عشان العرايس الجداد اللي هم ما بيعرفوش اللي هم بيفك منهم المحشي او ان هي ما بيعمل بيبوظ منهم او بيتلت منهم. تمام تمام. هو انا بغلي الميه طبعا بحط عليها شويه ملح وبرده نص معلقه سكر برده بتدي حاجه حلوه او بتدي الورقه بتسكرها وبتخليها طعمها حلو. ممتاز. تمام. بنجيب الميه نغليها. تمام. نحط الملح بتاعها زي ما قلت كده ومعلقه السكر. وبعد كده
الميه تغلي بس بسقه الكرنبايه ورقه ورقه مثلا، او لو الكرنبايه صغيره كده بقورها من فوق كده تمام، وانزلها على الحته اللي انا فتحتها دي. ايوه. وبعد كده بقلبها الناحيه الثانيه وافضي بقى منها الورق، بتبقى سهوله سهله جدا. ممتاز ممتاز، بتبقى سهله جدا في عمل. انا بقى بحب سلق الكرنب ما بياخدش فتره كبيره، عشان خالص ما حدش يعمل، عشان ما حدش يعمل منه. لازم الورقه بتاعتي خالص تكون صحيحه تمام، او تكون مظبوطه معايا تمام. دي اساسي او السنتر الرئيسي. هي حط مبلاه، بتحط نص معلقه من السكر، لو حبيتوا تحطوا مثلا ورق اللوري في السليق، او بتحطوا ورق اللوري في السليق او البصله او حاجه تغير الطعم او تغير ريحه الكرنب، مفيش اي مشاكل. الكرنب كله مفيد وممتاز، وبرضه بيحتوي على عناصر كميات لبرضه الجهاز المناعه. النهارده في اكله بسيطه مصريه جايبين كل حاجه، حتى العصاير بتاعتنا، حتى الحلويات اللي احنا هنعملها كلها بتحتوي على عناصر مفيده جدا لجسم الانسان، عشان نقوي جهاز المناعه ويكون ضد اي حاجه باذن الله. كده عملنا، حمرنا الباميه خلاص كده، كسرنا الشوكه بتاعتها. تتفيدي دي ولا نخليها عادي؟ لازم اسيبها زي ما هي. طيب هنبدا بقى نحشي المحشي. اتفضلي يا مبلال، واحده واحده عشان نعلم العرايس. حاضر. عينيا. انت تعمليها على ايديكي وانا هعملها على النشابه. انا بحملها على ايدي بصراحه. على الايد ما فيش مشاكل، على الايد برضه. اه تمام. اشرحي بقى، اشرحي. هي بجيب الورقه كده تمام، تمام، وبحط فيها شويه رز كده وبقلبها كده اهو، وبعمل امشي فيها واحده واحده كده اهو. والحلو فيها تبقى مساحه من هنا ومن هنا عشان الورقه برضو ما تفضيش الرز بتاعها. ممتاز ممتاز تمام. وبعدين هم اساتذه يعني. لا ما احنا بنعلم العرايس، احنا بنعلم العرايس بقى الجميله دي طبعا اللي هي لسه. اه تمام. لا وسلق الكرنب ما شاء الله، تسلم ايدك يا شيف. تسلم، الله يحفظك. الله. شويه رز صغيرين ونبدا نلف الكرنب، لو مش حابين تلفوا على ايديكم مع انه سهل جدا على الايد. انا سهل. بنعملها على كذا طريقه برضه بنفس النظام تمام، بتركات بسيطه للعرايس الجديده، الناس اللي هي عايزه تتعلم من خارج البلد، او بيسموه الملفوف في السعوديه او في البلاد الثانيه. وبنضغط ضغطه بسيطه خالص على صباع المحشي تمام، زي ما هو كده، ونرص في الحله بتاعتنا بعد اذنك تمام. طبعا عشان ضيق الوقت والحاجات ديت احنا بنعلم الطريقه، لكن احنا جايبين برضو المحشي بتاعنا معانا اهو، هنسويه قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين اهو. هنبدا نسويه، هنلف نفس اللفات ونرص الرصات بتاعتنا عاديه جدا. لو عايزه تحط حضرتك ورق سيلفر من تحت والبصل والطماطم والكلام ده مفيش مشاكل، عايزه نحط عصوم من العصوم اللي هي بتاع المحشي برضو مفيش اي مشاكل، هنعملها بنفس الطريقه. انا بحط ورقه يا اما ساعات ما بحطش خالص، لان ببقى واخده بالي من التسويه الحقيقه. تمام. ناس بتحب يعني بتنسى كده شويه، فممكن تحط عشان الناس تحط العروق بتاعتها كتير. تمام تمام تمام. هنحطها، هنسقيها. السقيه بتاعتنا بتاع المحشي يا مبلال تمام، اتفضل قوليها. لما نيجي نسقي المحشي بنغطيه ولا بيكون والله انا عن نفسي عشان بس يعني عندي خبره شويه، فبحط الميه على طول، لكن اللي لسه بيبتدي بيحط طبق وبيحط عليه الشوربه من فوق كده. تمام 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 تمام. وبس ما يغطيش المحشي، ما يغطيش المحشي على الوش. لا 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 لا، عشان ما يفكش مننا تمام، او ما يتهريش مننا. الله يرضى عليك. تسلم ايدك. نحطه بقى التاني على النار. تسلم. وننزل بطاجن عشان نعمل طاجن الملوخيه، احلى محشي في الدنيا. تسلم تسلم، وحاجه ان شاء الله باذن الله تطلع. يعني لف بقى كذا كذا مره كده قدامهم بطريقه بالراحه خالص عشان نعلمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. العرايس الجداد تمام. طبعا امهاتنا في البيوت واخواتنا بيبقى فنانين او في ليهم تريكات وحاجات طبعا. جربوا التريكه الجديده ديت ان شاء الله تعجبكم 100%. بنعلم العرايس الجداد والبنات عشان يتعلموا تعليم صحيح. لفه بسيطه وسهل جدا، بناخد حاجه بسيطه من الرز ونبدا نلف اللفه بسيطه خالص، سهل جدا، ما فيهوش صعب، مش صعب او بياخد، هو بيحتاج ان هو يكون يعني بيعملوا محشي كتير ولا يعني العرايس والكلام ده عشان يعملوا كذا مره يعملوا. لا بص هو حضرتك لو عملوا كل مره يعني كل اكله كده حله صغيره كده عشان ما يزهقوش. تمام تمام. احنا مش كل يوم محشي. لا ما لا في ناس بقى، ده احنا ما شاء الله في ناس غيتها المحشي. انا بقى عيالي ما بتحبش المحشي كل يوم خالص. غيتها المحشي. المصريين عامه بيحبوا المحاشي كتير الا عيالي. بطريقه كويسه وبطريقه مظبوطه، طول ما الحاجه طالعه عندنا بيبقى ليها التركه المصريه او الروح المصري بالنفس المصري حاجه جميله. وبرده اخواتنا وحبايبنا اللي خارج البلاد، الناس المغتربه او الناس اللي هي حبايبنا من كل البلاد، بيحاولوا ان احنا بنعمل الاكلات المصريه، بيحبوا الاكلات المصريه، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم 100%. تمام. تسلم يا شيف والله بجد. عملنا كده الباميه بتاعتنا، هنبدا ننزلها ما شاء الله. ايوه هننزلها في الصلصه بتاعتها، نديها غلوه نحطها في صح. نعمل ايه يا استاذ الكل؟ الو السلام عليكم حاج طارق. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
يا حاج طارق، بصبح عليك وعلى اهل صباح الهنا وصباح الرضا، احلى صديق للبرنامج. يا مرحب يا مرحب. الله يخليك، معلش الاسبوع اللي فات كنت في الشغل والله يا ريس. ده كلام، احنا مفتقدناك الاسبوع اللي فات، ما ينفعش الكلام. عشان كده مطر الكتير وانت السبب. معلش معلش، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك يا عم طارق. تسلم لي، احلى صديق للبرنامج واحلى. تسلم لي، ليا طلب عندك. امرنا امرنا. انا عايز طريقه اللحمه اللي عملتها في اول حلقه احسن، مش عارف اعملها. عينينا، حاضر يا باشا، عينينا على عينينا يا عم طارق، على طول نقول لك طريقه اللحمه. حاضر حاضر، عينينا عينينا. لف، شكرا لاتصالك يا غالي. لفينا المحشي طبعا، احنا زي ما اتفقنا بنحط صومه او اي حاجه على اساس ان احنا لو انا حبيت ان انا اسخن المحشي معايا تاني ما بيتحرقش مني او ما يتلساش مني، فاحنا بنحط سنه بيون صغيره ما بيغطيش المحشي بتاعنا، ما تغطيش الورقه، وبننزله حوالي بتاع كام يا ام بلال؟ ربع ساعه؟ ربع، لا يعني هو ربع ساعه، ثلث ساعه، يا ربع ساعه، 10 دقائق الاول كده بس. ام ايمن، سلام عليكم شوية. اهل اسوان. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهل اسوان مرحبا. انا كلمتك يوم الاربعاء. عارف والله، عشان كده عملنا لك النهارده محشي وباميه وملوخيه اسواني 100%. لا لا انا، احنا اكلات اسوان اكتر من كده. قولي لنا بس عليها، قولي لنا عليها واختارها لنا. الكوارع، العكاوي، تمام، الفطير، الرقاق، صينيه الرقاق باللحمه، تمام، كتير. عينينا، يعني ما بتاكلوش محشي خالص يا ام الحاجه؟ ما فيش محشي عندكم ولا ملوخيه ولا باميه؟ عينينا يا ست الكل على عينينا، انت تأمرينا تأمرينا. الامر لله، عايزين نكون اسوان في المقدمه كمان، ده احنا اسوان حاجه، ده احنا احسن ناس اسوان يا ست الكل، ناس حبايبنا وعلى عينينا وعلى دماغنا والله. شكرا لاتصالك يا ست الكل، وعلى عينينا ان شاء الله ننفذ اكلاتك على طول. الله المستعان. هننزل بالباميه ان شاء الله. ايوه، عشان ندخلها بقى لو سمحت، عشان بس عشان الحاله مش هتكفي. تمام تمام يعني، اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. نزلنا باللحمه، لو عصقناها شويه او تنشف مني شويه كمان مفيش اي مشاكل. افضل طبعا. لو غطيناها بالسيلفر او باي حاجه وتسبكت مع حضرتك في الحله بيبقى الطعم بتاعها والتركه جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حضرش الملح. استاذ حسن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. مرحبا استاذ حسن. ازيك يا عم ماجد؟ مرحب مرحبا استاذ حسن. الحمد لله تمام. عايز طريقه الفلفل. عينينا، حاضر يا حبيبي، حاضر حاضر. حطيت التوابل بس، عايز الملح والسكر. مرحب بيك اخت، عايز اتكلم. اتفضل يا حبيبي اتفضل. خدي. الو الو، السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم. ده الفلفل. عليكم السلام، ازيك يا سيف؟ يا مرحب بيك يا غالي، مرحب بيك. انا بحب اكلاتك الفلفل، صح؟ تسلمي لي، ربنا يحفظك. تسلم يا غالي، الله يحفظك. عليك يا عيني، عاوزين طريقه البيتزا. عينينا يا باشا، عينينا، تحت امرك تحت امرك. سكر صغيره من فضلك. حاضر حاضر، معلقه سكر تحت امرك يا باشا. شكرا لاتصالك يا غالي، شكرا. بص شويه عايزه بس معلقه نظيفه طيب عشان اخد بقى السكر بعد اذنك. تمام تحت امرك. تسلم، شكرا لاتصالك يا غالي، شكرا لاتصالك. هي المفروض السكر طبعا ده بيتحط مع الصلصه. تمام، هنحط برضه عشان هندخله الفرن دلوقتي وهيقعد معانا فتره كبيره. تمام، طول وقت البرنامج هيكون معانا، والفرن بتاعنا الحمد لله حاجه شغاله كويسه 100%. اللي عايز يحط شطه طبعا يحط يا شيف. حطينا الوقت الملح، الملح وفلفل. تمام، واللهم صل على سيدنا محمد، وشويه السكر اللي انا قلت عليه. تمام، نص معلقه من السكر، نص معلقه طبعا عشان الحموضه وعشان. تسلم ايدك يا شيخ. تسلم انت ايدك، انت اللي عامله النهارده الجلد. ربنا يخليك والله، ربنا يخليك يا رب. اتفضل يا باشا، الفرن شوف بقى حاجتنا دي. هنبدا، عملنا المحشي، عملنا الباميه، تعالوا بقى نخش على الملوخيه. من ايام المماليك. اتفضل يا باشا. الملوخيه من ايام المماليك مشهوره، اكلات كتيره بقى لها سنين ومع ذلك موجوده معانا بكل حاجتها وبكل، لكن احنا طورناها بتركتها وحركاتها او بالطعم بتاعها الجميل، بيكون ليها حاجه جميله. وموضوع الشهقه، ما فيش حاجه اسمها موضوع الشهقه ده، اتلسعت الخادمه كانت بتعمل للحاكم واتلسعت من الزيت او من القلايه او من الحله فشهقت، فطلعت الملوخيه طعمها مسكر، وكانوا بيجيبوها عشان للناس اللي هي كانت التعبانه والكلام ده. لكن احنا النهارده ان شاء الله باذن الله كلها فوائد وكلها حاجات حلوه هنبدا بيها بامر الله. اتفضل. نقول بسم الله على بركه الله. الشوربه بتاع اللحمه بتاعتي، انا سلقت اللحمه، سلقت اللحمه وبدات انزل، نزلنا بيها حوالي نص بتاع الكميه بسيطه. جبنا الملوخيه بتاعتنا، اشرحي يا ام بلال يلا اتفضلي. على عيني، احنا جبنا الملوخيه طبعا ما نحطش الشوربه كتير طبعا. تمام تمام تمام، نقلل من الشوربه بشويه كده وبعد كده تغلي بس كده. وطبعا هي حقيقها طبعا مظبوط اكيد، بنتاكد من الحقيقه الشوربه بتاعتنا. لو حضرتك محققها يعني. تمام تمام، انت محققها.
ايوه حقيقه والله. تمام اتفضلي. تغلي بس كده ونحضر التوم بتاعها. تمام التوم اتفضلي. انا هلاقي جهزي كان التوم. التوم والكزبره فين؟ تمام ادي التوم. هنحط حوالي 4 فصوص او 5 فصوص من التوم. تمام تمام. والكزبره يكون مطحونه نص. اه طبعا. مطحونه نص مش كام. مطحونه هتتحل معاها. تمام تمام. وادي الكزبره اساس الملوخيه، اساس التركه بتاع الريحه بتاعتها اللي بتجيب جيراننا. وان شاء الله نعزم الجيران النهارده برضه عليها. عازم عليها اكيد. او عازم عليها جنبي. هحط الكزبره. حبينا نعمل كل حاجه قدام حضراتكم بكل سهوله لكل عرايسنا لكل حبايبنا لكل اصدقائنا في كل مكان. حطينا 5 فصوص من الثوم. نعم. شويه من الكزبره وابدا استحمل. ابدا ادق. تمام. هنعم الثوم مع الكزبره. شويه بقى سكر كمان صغيره كده وسنه سكر صغيره. ان شاء الله السكر لو الناس زادت السكر عليها. لا 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 ما تقلقش مش تمام خالص. حاجه يعني بسيطه من السكر. بسم الله الرحمن الرحيم كده. حاجه ربع اهي معلقه اهي اقل من ربع معلقه. ماشي. كمان تمام. هنبدا ننزل وفي قلايه صغيره. تمام. طاسه صغيره. هندقها. دقها. اتفضلي يا ام وهبه. اتفضل علي انت بقى عشان اخش انا. اتفضل يا شيف. تسلم ايديك. تسلم ايديك يا ام بلال ونورتينا ونورت القناه كلها والله. ربنا يخليك والله. ربنا يا رب يزيدك كده ان شاء الله. تعبتني يا الناس. الناس كلها بتشكر في اكلاتك. فحبينا نعرف ستات البيوت اللي هي فعلا بتقدر تقتني الفرصه بتاعتها. مش لازم يكون في مطعم، مش لازم يكون اعمل مكان كبير، من جوه بيتها بتقدر تعمل دخل ليها. دي فعلا ست ب 100 راجل على اساس ان هي قاومت كل ظروف الحياه، ما تلككتش على حاجه وما عملتش حاجه، بيبقى حاجات بسيطه. طبعا مش عارفه ادقها قوي هنا. الو السلام عليكم استاذه فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. دي اختي. ازي حضرتك يا ست ماجد؟ يا مرحب بيك يا استاذه فاطمه. مرحب بيكي. ربنا يبارك في عمرك يا رب. تسلمي لي. تسلمي لي. ربنا يحفظك. وام بلال منوره معانا هنا والله. الله يكرمك يا رب. مش عارفه اقول لحضرتك ايه الاول. كتر الف خيرك. تسلمي لي. تسلمي لي. ربنا يحفظكم يا رب. يزيدكم دايما يا رب كده. ربنا يبارك في احبابك يا رب. تسلمي. 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 تسلم يا رب. تسلم. انا اخت الحاجه ام بلال. يا مرحب بيك. يا مرحب بيك. يا ماما منوره الدنيا. اتكلميها بقى على الهوا واتكلمي معاها براحتك. تسلم يا رب. تسلم. اخبارك؟ لا في نعم الحمد لله والله يا حبيبه قلبي. تسلم يا حبيبتي وتسلم ايدك يا رب. تسلم يا نور عينيا يا رب. بس يكون الاكل بتاع ام بلال عاجبك. ما تجامليش على الهوا. مش عايزين مجاملات يا رب. انا عارف ان هي نفسها ما شاء الله عليها وست. أنا ست يعني. اقول لك ان انا يعني انا اكلها دوت عيالي لازم بيطلبوا منها من ورايا يا رب. يزيدوا دايما دايما يا رب. عندي صبر وامل طبعا ما شاء الله. تسلم. ربنا يحفظهم لك يا رب ويزيدك ويبارك لك في اولادك يا رب. ربنا يعيش لحضرتك وشكرا ليك وشكرا ليكم كلكم. تسلمي. تسلمي. نورتينا وشرفت والله. شرفت. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. الو السلام عليكم استاذ سمر. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذه؟ عامله اخبارك؟ تمام الحمد لله. منوره يا ام بلال. الله ينور دارك يا ست الكل. تسلم. والله تسلمي. طب مش حرام عليكم يعني طاجن باميه وملوخيه ومحشي؟ حرام والله. خلاص تعالي بقى. تعالي على طول الوقت. جبنا حضرتك هنا والله. ودولك لغايه البيت يا حبيبه قلبي. اكلتنا برضو والله. طب اكله بسيطه مصريه. مصريه 100 كل حاجات بسيطه بتكاليف بسيطة. وعملناها لك يا استاذ سمر بتركات بسيطة جدا هي تتعلميها من المحشي. انا والله اللي عجبني ان كل حاجة حاساها كده على الطبيعة كده يعني. تسلم يا باشا. تسلم. الحمد لله. لله. الحمد لله. حتى دق التوم كان على الطبيعة يعني. ايه رأيك؟ ما اكل مصري بقى. ما احنا هو ده احنا بنعمل ده. المطبخ اكلة بسيطة مصرية. هو ده لازم تبقى لازم تعمل كل حاجة كل حاجة في الطبيعة قدام احلى جمهور واحلى مشاهدين واحلى متصلين. والله يا شيف هو اللي خلى ان كل الناس يعني بتحبك عشان الاكلات. تسلمي لي يا غالي. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك. المهم انت شطوره بقى في المطبخ والحاجات دي وبتعمل بقى الباميه والحاجات دي جميله. لا هو انت ما فاكرنيش. انا اللي قلت لك المحشي بيفك اهو. المحشي اهو احنا عملناه والله. عملناه بكله بالراحه وواحده واحده معاكي ام بلال ومعاكي الشيف اهو اللي انت عايزاه بكل التركات. طبعا احنا وهد... الملوخيه هتغلى هنضطرها طبعا. لا تمام. انا سالت برضه ما سكتش. انت... وقالوا لي ما تكتريش الشوربه يعني لما تيجي تسقي المحشي وكده. أيوة. ما تكتريش الشوربه. ممتازه ممتازه. واحنا قلنا لك اهو بالطريقه اهي السهله وبطريقه المحشي اهو زي ما انت شايفاه. عملناه سقيناه قدام قدام حضراتكم وهيقعد حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة ما بيكملش. أيوه بالظبط كده. ما بيكملش كتير. 10 دقايق بس كده على النار الحلوة وقعدي كده تقطع عليه خالص لغاية ما يستوي. تسلمي. تسلمي يا أستاذة سمر. تسلمي. شكرا ليك وشكرا ليك صديقة البرنامج وخليكي معانا على طول. لا دي في ناس بتحب يا شيف يعني لسه شوية كده وفي ناس بتحب ناخد الطشة. تمام.
تسلم ايدك يا شيخ. وفي ناس بتحبه مستوي قوي قوي يعني. محمود الو. ايوه الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم يا حاجه، مرحب بيكي. مرحب يا صديقه البرنامج واحلى برنامج ليكي. يا هلا يا هلا. عندك مغرب. أيوة. الله يحفظك الله يحفظك وانت طيبة يا ست الكل وعلى الهوا مباشر. فضل. يا رب يحفظك ويديمك على طول يا رب. اتفضل. تسلم تسلم يا ست الكل. تسلم تسلم. الله ينور عليك على تغني الدنيا والحاجات الحلوه. تسلم يا ست الكل. يا رب يكون عجبتك ويا رب يكون اكلنا بيعجبكم. تسلم تسلم. انت بقيت مغرفه. تسلم يا ست الكل. عندك اي سؤال ولا اي حاجه؟ مغرفه هنا يا شيخ. الله ينور عليك يا حبيبي. عايزين تغني الباميه الحلوه دي. عينينا يا ست الكل عينينا. حاضر حاضر. طاجن الباميه والملوخيه واللي انت عايزاه تحت امرك. لا والمحشي. ربنا يصلح بالك. والمحشي يا رب. يا مرحب. تسلم يا ست الكل. تسلم. عملنا الطشه وطبعا الريحه بتاع الطشه لازم تجيب اخر الشارع بالتكه بتاع الملوخيه. تسلم. اتفضلي يا ست الكل. تسلم ايدك يا شيف. والله شكرا لاتصالك يا ست الكل. الملوخيه بتاعتنا يا دوب غلوه واحده بالظبط. تاخد غلوه بعد كده بننزل بنعينها من على النار وننزل بالطشه بتاعتها يا شيف. يعني هي مع نص معلقه السكر دي بتخليها الخضار بتاعها زي ما هو. تمام. نص معلقه السكر في كل حاجه. اه ولو حطيت كربونات دي بتخليها بتفور جامد وبقى مش كل طعم بتاعها بيتغير مش كويسه. ما بتبقاش حلوه الحقيقه. بس سيدي اتفضل اخسبها هنا. خلصنا الحادق المحشي والطاجن الباميه والملوخيه مع الشيف. معانا شيفه مبلال ست مصريه 100%. تعالوا نطلع فاصل ونرجع. اوعى تروحوا كده ولا كده وما تغيروش القناه. معاكم منتظرينكم عشان الحلو بتاعكم لسه هنعمله لكم. ربنا يخليك. ورجعنا مع حضراتكم تاني للحلو بتاعنا بعد ما عملنا مع حضراتكم المحشي وعملنا الملوخيه وعملنا طاجن الباميه بتركات بسيطه وحركات بسيطه. اكلتنا مش اكله مبسطه في التكاليف بس، لكن مبسطه يا رب يكون في شرحها ويا رب يكون كلامنا معاكم بيكون خفيف على قلبكم. ومبلان نورتنا. ربنا يخليك مره ثانيه وثالثه ورابعه. ربنا يخليك يا شيخ. ست 100% في تكتها وفي نفساتها وفي نفسها المصري بتطلع احلى تركات في الملوخيه وفي كل حاجه. دايما يا رب دايما يا ربنا يحفظكم ويبارك لنا فيكم. والوقت النهارده ان شاء الله هنخش على حلو. حلو برضه بسيط وخفيف. الناس اللي ما بتحبش اللعبكه في الحلويات بتاعتها، حلويات بيكون دافيه ليها سعرات حراريه كبيره وعاليه. هنعمل مع حضراتكم الشوكولاته مهلبيه الشوكولاته او موس الشوكولاته او بودنج الشوكولاته، اي حاجه زي ما تسموها سموها. هنعملها بتركات سهله وبسيطه. اول حاجه معايا واحد كيلو من الحليب. واحد كيلو من الحليب. ومعايا ثلاث معالق من النشا ومعلقتين من الدقيق ومعلقتين من الكاكاو. كاكاو محمد. ومعلقتين من الكاكاو وكوبايه من السكر. ومعايا كريمه لباني او قشطه او كريم نباتي على حسب التكاليف بتاع حضراتكم زي ما انتم عايزين. تمام. هنعملها بطريقه سهله. هناخد الاول ثلاث معالق من النشا. من النشا. معلقه يا محمد. هناخد ثلاث معالق من النشا. بسم الله. الو السلام عليكم استاذ طاهر. يا فندم. الو السلام عليكم. ايوه يا شيف ماجد. يا مرحب بيك يا غالي. الو يا مرحب بحضرتك يا فندم. يا مرحب بيك. يا مرحب بيك. اتشرفت بحضرتك استاذ طاهر. منوره يا مبلغ. الله يخليك يا حبيب قلبي. منوره يا امي. ما تسلم تسلم يا غالي. يلا بقى اقول لها كلمه كده جميله في بمناسبه عيد الام. والام مش يوم واحد بس طاهر. خلي بالك عشان انا فرحان جدا بس اللي بكلم حضرتك بس. تسلم لي يا غالي. ربنا يحفظك وربنا يزيدك وربنا يبارك لك فيها يا رب. ربنا يبارك لك فيها. امين يا رب. تسلم لي تسلم لي. عندك اي سؤال ولا اي حاجه؟ لا والله طبعا مش هينفع اي سؤال. والشيفه بتاعتنا موجوده هيبقى شكلها هي على طول تروح مجهزه في البيت كل حاجه. بنحط كميه. شكرا ليك يا استاذ وخليك معاك صديق البرنامج. شاكرين اتصالك يا فندم. حطينا حوالي 3 ارباع من الكيلو الحليب بتاعنا. تمام. وحطينا 3 معالق من النشا. معلقتين من السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحب مرحب احمد. كيف حالك؟ اخبارك يا شيف ماجد؟ والله يا راجل جوعتنا. الله يحفظك الله يحفظك يا ابو احمد. والله الواحد كده عايز يجي يتغدى معاك يا باشا. ده احنا تشرفنا تشرفنا. البرنامج برنامجكم والقناه قناتكم. في اي وقت تشرفونا في اي حاجه. والله يا راجل الواحد جاع. انا ليا طلب عندك بالله عليك. امورنا يا غالي امورنا. عايز الكبسه بتاع اللحمه بالله عليك. عينينا. حاضر 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 استاذ. حاضر على عينينا يا باشا. على عينينا. حاضر حاضر على عينينا. حطينا. شكرا لاتصالك يا غالي وخليك معانا صديق البرنامج. حطينا 3 ارباع
كوبايه الحليب، بعد كده نقلب السكر معاها، كوبايه السكر معاها على حسب التحليه او على حسب ذوقكم في السكر او الحاجات دي. بعد كده ضفنا معلقتين من الكاكاو، معلقتين من الدقيق، ثلاث معالق من الكورن فلاور او النشا، هنقلب كويس فيهم، هنقلب كويس كبير قوي، هنقلب هنقلب كويس النشا عشان ما تكلكعش معانا. هات ال هات هات والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه لو عايزه تصوريها او اي حاجه. هنقلب وبعدين نضيف القشطه او الكريمه اللباني على حسب امكانيات حضراتكم، لكن هي بالتطعيم او بالحاجه، القشطه بلدي او قشطه اي حاجه تحبوها تاكلوها ضيفوها على طول في في الاكل بتاعنا. تسلم ايدك. تسلم يا شيف. ونقلب كويس. طب هات حاجه على قد يا شيف. السلام عليكم استاذ اقبال، اهل سوهاج، مرحبا. الو السلام عليكم. اهلا يا شيف نادي، اخبارك؟ والله الحمد لله، الله يحفظك. تمام، اهل سوهاج كلهم ناس حبايبنا، مرحب بيكي. الله يبارك فيك، اخباركم ايه؟ تمام والله، كله تمام. بونو انتوا اخباركم ايه والمطر عامل ايه عندكم؟ والله كلنا تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب، استرها معاكم ويحفظكم ويحفظ اهالينا كله يا رب. الله يبارك فيك. معلش شفناك، انا عايز اسلم عليك بس كنت عايزه اخد الرقم. كنت عايزه ايه؟ عايزه الرقم. على عينينا الرقم يا باشا، على الشاشه على عينينا يا باشا، تحت امرك يا فندم، على عينينا. شكرا لاتصالك. عندك اي سؤال ولا اي حاجه؟ لا، ده رقم شخصي. تحت على عينينا يا فندم، تحت امرك، تحت امرك. الحليب عندي اول اللبن بدا يسخن. شكرا لاتصالك يا فندم. وضفنا القشطه او الكريمه اللباني مع النشا مع مع مع, مع, مع الكاكاو مع الدقيق مع كله مع بعضيه، ثلاث خلطات زي ما اتفقنا بالمقادير بتاعته اهو. بدا الحليب بتاعي يبدا يغلي عشان نعمل احلى طبق شوكولاته ساخن او بارد يتاكل على الاثنين. طب ما تنسينيش بقى طاجن الباميه، وطاجن الباميه يا مبلال عشان ما يبقاش على الهوا شكلنا مش حلو. ايوه ونبدا ننزل بالمقادير بتاعتنا كلها واحده واحده بالراحه. هو اقلب على طول، ممكن حضرتك تحطيهم كلهم مره واحده وتبدا تقلب، بس هياخد وقت كتير. طبعا. صح، اكل ما تقلب واحده واحده كده، حبه حبه تصبهم بيبقى افضل. قلبنا ما يكلكعش، والكريمه بتاعتي ما تغيرش الطعم بتاعها. تمام. ما تغليش معايا. تمام. ابدا اقلب لحد ما ياخد القوام، يكون تقيل ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تسلم ايدك. تسلم يا شيف، ده انت تسلم ايدك والله. الله يحفظك. نبدا نقلب. اشرحي لنا بقى اكلاتك والحاجات بتاعتك الجميله اللي انت بتعمليها في البيت. لا، اكل المصري. لا، انا بعمل الطواجن اللي هو الطواجن اللي هي مثلا طاجن الباميه، طاجن الكوارع، طاجن ال اتفضلي اشرحي لجمهورك وحبايبك. اللهم صل على سيدنا محمد. وبقى يعني اي طواجن، اي اكلات اللي هي، قول معايا كمان القراميط. تمام. الاسماك طبعا. اسماك طبعا. الاسماك بتبقى جميله جدا طبعا. كل الطواجن الحلوه، كل الاكل الحلو ده بنعمله بامر الله تعالى. تمام. حلو. يعني كل تعمل كل حاجه. لو انا مثلا زي ما اتفقت معاك في الاول، لو انا مثلا عندي عزومه او عندي حاجه. تمام. انا عايز ان انا يعني اقصى حاجه ليكي مثلا في امكانياتك ان انت تقدر تعمليها للبيوت، حاجه بسيطه ولا ممكن عادي زي ما انتم عايزين؟ لا، زي يعني اي 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 عدد اي عدد انا عايزه. طبعا. بتصل بحضرتك مثلا قبلها بثلاث ساعات. اكيد طبعا. وبتعمل الاكل. اكيد. وتجهزي بامر الله طبعا. ما تنساش تعزميني بقى. انت داخل على طمع يا شيف على كده. تسلم. اتفضل يا باشا، علينا كل مكان تحت. اتفضل. ايه، ما انا اللي عامله الاكل. تسلم ايدك. تسلم يا رب، يحفظك ويحفظ اولادك كده يا رب، ودايما بتفوق لاحلى ستات بيوتنا واحسن ناس. الناس المكافحه والمجتهده بيبقى ليهم احلى تقدير واحلى احلى تحيه مننا على الهواء. تسلم يا شيف والله. وكل الامهات برضو كل سنه وانتم طيبين ودايما طيب بالصحه الله. والسعاده يا رب دايما على طول. ما انا قلت لك انا كده مش امنا، انا لسه صغيره. ما انا عارف. اقول لامهات الامهات. الامهات الكبيره، انا لسه صغيره. يا مرحب بيك، ده انت اصغر من 17 سنه ست الكل، على عينينا. مرحب بيك. اللي بيكلمني ده اصغر عيل. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. ربنا يبارك لك فيهم. ربنا يخليك. ودايما في تفوق ونجاح دايما على طول يا رب. يخليك يا رب كده ان شاء الله. الباميه بقى، اشرح لنا الباميه واشرح لحبايبك عقبال ما نخلص الكلام. الباميه طبعا احنا جبنا البصل قلبناه. تمام. شوحناه شويه وبعد كده حطيت عليه اللحمه، فبتدي طعمه. لو سلام لو حته ليا كمان بتبقى حاجه حلوه قوي للباميه بالذات. تمام تمام تمام. فبنشوحها وبعد كده بحط عليها الصلصه. تمام. وبعدين الباميه بشوحها بحته سمنه كده. تمام. يا اما لو باميه طازه الحقيقه انا بحطها على الحاجه على طول كده. ممتاز. بس بسبك طبعا التسبيك العادي. التسبيكه المصري اللي هي بقى التسبيك المصري. بتلهلب القلب ولا هي ما تلهلبش القلب؟ لا بصراحه ربنا، التسبيكه المصري الحقيقه. التسبيكه المصري اللي هي الطبيعي على حسب رغبتك. على حسب. صح صح، ممتاز. حضرتك انت عايز مثلا
الاكل مثلا اللي هو العادي دوت اللي هو نايف ني اللي هو التسبيكه البسيطه بتعمل حسب الرغبه طبعا. ممتاز. لكن ممتاز. انا لا عاوز لهم كلمه، انا بحب الحاجه المسبكه اللي هي متسبكه تسبيكه حلوه. تمام تمام. الناس اللي هي الاكيله فعلا اللي هي تحب الاكل المصري كتسبيك كامل، الف انا وشفا ليهم. باللحمه الضاني طبعا بيبقى حاجه طبعا وحاجه طبعا كويسه طبعا. او مثلا طبعا من اللحمه الصغيره لازم يكون اللحمه عنده صغيره. لما بتعملها برده تمام ما شاء الله. لا في لحمه العكاوي ما شاء الله. اشرح يا ست الكل قدامك مشاهدينك وقدامك حبايبك، اشرح ليهم كما تشائي مكانك. الله يكرمك وده يا شيف والله. البرنامج بتاعك نورتينا فيه وشرفتينا والله. الله يصلح حالنا وحالك يا رب ان شاء الله. ربنا يصلح حالنا. نزلنا الحليب، درجة حرارة حياة بسيطة، بدأ يغلي معايا. بعد كده نزلنا النشا، نزلنا الكاكاو، نزلنا الدقيق، حطينا السكر، وبعدين حطينا الكريمة والقشطة والحاجة اللي انتوا تحبوها، أي طعم انتوا تحبوه هيتدي طعم بيطلع معاكم. طعم الشوكولاتة جميل، اللي ما بيحب الشوكولاتات ممكن يعملها حاجة بيضة كده عادي من غير شوكولاتات، ما يحطش الكاكاو، تطلع معاكم مهلبية جميلة بتركة بسيطة وسهلة وسريعة. بس هل هي لو بيضة يا شيف برضه يتحط لها الدقيق برضه؟ يتحط دقيق معلقتين الدقيق مع 3 معالق النشا، دي الأساس أو السلطة الرئيسية. الدقيق بيعمل إيه يا شيف؟ الدقيق بيربط معايا وبيخلي الطعم بيغيرها، طعم ممتاز جدا جميل معايا. اه تمام تمام. الدقيق معايا بتعمل برضه يا شيف. يا باشا على عينينا على عينينا. ربنا يخليك بنتعلم من حضرتك والله. تسلم يا غالي، تسلم، ربنا يحفظكم يا رب. الله عليك يعني يا شيف. تسلم تسلم، ربنا يزيدك. ربنا يكتر محبينك. تسلم تسلم، الله يخليك، ربنا يحفظك. هنقلب لحد ما تاخد القوام. النشا طبعا لو القوام بتاعها مش عايز يتقل ممكن نحط معلقه من النشا مع كوبايه من الميه وعادي جدا تطلع نتقلها تاني، مفيش اي مشاكل. هي المفروض ما بتاخدش وقت كتير، سريعه. موقف طفي عشان كده مش عايزه تطلع. مش عايزه تطلع النار بس، معلش كانت طافيه بس. ده كلام يا شيف. معلش معلش. بنقلب والنار كانت طافيه والحمد لله باذن الله. ان شاء الله الف سلامه ليك يا ام بلال. خلي بالك من صحتك اليومين دول بالذات. الحمد لله والله. نظافه مطبخنا بقى، كلميهم على نظافه المطبخ. لا أساس. طبعا هو طبيعي دلوقتي كمان اي حاجه في اي وقت، مش لازم كمان وانت بتعمل اكل، انت جاي من بره لازم تصبن ايدك. الو السلام عليكم استاذ ياسمين. كملي كملي. اه فبس هو لازم الواحد يغسل ايديه طبعا قبل الاكل وبعد الاكل، دي النظافه دي لازم اكيد يعني، وحواليه الواحد يبقى لازم حاجته نظيفه كده حواليه اكيد. الو السلام عليكم استاذه ياسمين. تسلم ايدك. وعليكم السلام. ازيك يا شيف ماجد؟ استاذه ياسمين مرحب بيكي. عامل ايه حضرتك؟ والله الحمد لله، الله يحفظك. تسلمي لي. تسلم ايدك بصراحه. تسلم، الله يحفظك يا رب، يكون اكلاتنا بتعجبكم ويكون الشرح بتاعنا بيوصل لكم. لا والله تسلم ايدك. تسلمي لي. اكلاتك حلوه. تسلم تسلم، الله يحفظك. عندك اي سؤال؟ لا ربنا يخليك، انا بس بتصل اسلم عليك. متشكرين ليكي، وده يعني حاجه جامده. ومعانا برضو شيفه ام بلال لو بتحبي برضو تسلم عليها. الو استاذه ياسمين، شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا لاتصالك. بدات تغلي معانا خلاص كده، استوت معانا كويس. هنبدا نصبها فيلم اي حاجه في الكاساته. هات اللي بتاع الكاسه بقى، في اي حاجه في اي اطباق معاكم نعمل لها تريكات حلوه. بالشوكولاته، الشوكولاته طبعا شرحته قبل كده، عباره عن 50 جرام من الشوكولاته، معلقه من الزبده، معلقه من السكر، شويه من الحليب، حاجه بسيطه خالص. بننزلهم على نار هاديه، بقلبها، بيطلع معانا الصوص جميل اللي بيخليه سر اللمعان فيه ان هو بنحط له معلقه، نص معلقه من عسل الجلوكوز، بيطلع معاكم برده ممتاز ما شاء الله يا شيف. بيطلع معاكم بتركه كويسه يا ام بلال. سنه صغيره بقى بصوص الشوكولاته. نعمل شويه ايه ده الجمال ده من الحركات المصرية الجميلة بتفرح أطفالنا وتفرح حبايبنا. اتفضلي يا أم بلال. تمام يا شيخ. خليني أصب وأنا معاكي. تمام يا شيخ. وأصب معايا السوس بتاعي أو الشوكولاتة الجميلة. بسم الله. واحدة واحدة مع حضراتكم أهو. كده تعالى كمان يا شيخ. ما فنش عشان بقى حاجات بسيطة. هات مية. تمام تسلم ايدك. كملي يا ام بلال كملي. امسحها بس كده. الوقت معاكم بيعدي سريع وبيعدي بتوقيت. نشكل زي ما انتم عايزين اي تشكيلات، او ممكن تخلوها زي ما هي برده عادي. بسم الله. حاجات خفيفه وبسيطه عملناها مع حضراتكم بتركات مصريه، يا رب يكون عجبتكم. يسلم ايدك يا شيف. نشكل يا ام بلال. ماشي.
بس عشان الجوانتي بس مش نظيف. مش نظيف. نبدأ نشكل حاجتنا الجميلة بالموز بالفراولة. شكلوا زي ما انتوا عايزين، ما توقفوش على حاجة معينة. الو السلام عليكم استاذ طه. منورني الدنيا كلها والله. الله يحفظك يا باشا، الله يبارك لك. ابني استاذ طه مرحب بيك. مرحب بحضرتك. تسلم لي يا استاذ طه، يا رب يكون الاكل عجبك. تسلم شيك والله العظيم وعلى المجهود العظيم دوت. تسلم تسلم، ربنا يحفظك يا غالي، ربنا يزيدك يا رب ويبارك لك في ابوك وامك يا رب. ادعي له كده ربنا يرضيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا رب كده، ودايما نشوفك بالصحه والسعاده. عندك اي سؤال ولا اي حاجه يا استاذ؟ لا انا بصبح عليك والله العظيم. شكرا يا غالي، شكرا لاتصالك، وخليك معانا صديق البرنامج على طول. ودي كانت حلقتنا النهارده، حلقه بسيطه وسهله بامكانيات سهله وبسيطه. طاجن طلع طاجن الباميه بسرعه. تسلم ايدك تسلم ايدك، الله ينور كل حلو حلو. الله اكبر. حلو حلو. تسلم ايدك انت يا مبلاي. تسلم والله، ربنا يخليك. شرفتينا ونورتينا. ربنا يخليك والله، نورت برنامج. انا اتشرفت بيك البسيط. والله بجد. تسلم والله، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يكرمك يا شيف والله. المنديل هات المنديل بعد اذنك، هات المنديل. لا ده طاجن الباميه بتاعي، خد. لا 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 روق روق طاجن. اهم حاجه طاجن الباميه الريحه بتاعته ريحه مصريه 100%. عايز رغيفين، عايز سخن، مع البتنجان المخلل ان شاء الله يبقى ليه الطريقه بتاعته، ومع الخيار المخلل، مع الخيار المخلل والبتنجان المخلل هنقول بطريقته ان شاء الله مره ثانيه ان شاء الله، عشان وقت البرنامج معانا خلص. مكسرات او اي حاجه مفيش اي مشاكل، سوقوا شكلوا زي ما انتم عايزين. حلقتنا بسيطه، امكانياتنا بسيطه، كانت منورانا معانا ست مصريه اكلاتها كلها 100%. ان شاء الله باذن الله دايما على طول بالصحه والسعاده، ويا رب يحفظكم ويحفظ كل بلادنا، بلاد المسلمين كلها. نعم. من كل شر ومن كل سوء، ومن كل سوء. عملنا البودنج، عملنا صوص شوكولاته او موس الشوكولاته او مهلبيه الشوكولاته، وعملنا الملوخيه، وعملنا بكل تركاتها وبكل حركاتها الجميله عملناها. الشوربه بتاعتي بيكون قليله، الملوخيه مثلا كيلو من الملوخيه بياخد حوالي نص كيلو من الشوربه. تمام، اقلل من الشوربه يعني. هو تحاول تقلل الشوربه شويه، تقلل الشوربه لو عايز تزود وبعد كده بس شوربه بس كده، حسب الخام، حسب التقل اللي هو عايزه، على حسب الخام او حسب التقل اللي انتوا عايزينه. عملناها بكل طريقه وبكل بساطه، وعملنا المحشي كرومب. اهم حاجه في المحشي السليق بتاعه، اللي عايز يشوف الطريقه بتاعته السليمه في المحشي، تركاته في السلق بتاعه كل حاجه، يخش على اكله بسيطه مصريه على اليوتيوب او على صفحه البرنامج ماجد فوزي حمزاوي في الطماطم. اكله بسيطه مصريه على اليوتيوب، موجودين كل الحاجات بكل تركاتها وبكل حركاتها، بسيطه وسهله وسريعه. نورتينا. تسلم يا شيخ والله، ربنا يخليك. القناه كلها. الله يكرمك ويا رب كده دايما نشوفكم بالصحه. تسلم يا والسعاده. تسلم، ربنا يخليك. ودي كانت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.